في هيئة الصحة بدبي، الإبداع طبيعة هنا، ورؤيتنا تتجسد في ابتكار مجتمع صحي وسعيد وآمن لك ولكل من يقيم في إمارتنا. لذا نحن نستخدم تقنيات جديدة ترتقي بمعايير الرعاية الصحية، ونستبق خدمات ستحميك في المستقبل. هي رعاية صحية تتمركز حول المواطن والمقيم، وتطبيق حياتي وطفلي هما إحدى الطرق العديدة لإيصال هذه الخدمات إليك. حياتي يساعد المرضى بداء السكري على التعايش مع مرضهم بثقة واطمئنان أكبر. أما طفلي فهو شريك كل أم أو أم مستقبلية في رحلتها، وهو يساعدها على اتخاذ قرارات أكثر اطلاع لها ولعائلتها. تم إطلاق هذين التطبيقين في العام الماضي مع محتويات وأدوات متخصصة تشجع على الصحة واللياقة وتساعد على نشر الوعي والوقاية. وهذا العام نحن نعيد إطلاق كل من التطبيقين مع تعزيزات تلبي احتياجاتك بشكل أفضل، سواء كنت مريضاً بداء السكري النوع الأول أم النوع الثاني، أو كنت حاملاً أم أمة. كما يمكن لأحبائك والمسؤولين عن رعايتك أن يشكلوا جزءاً من رحلتك. قم بتخصيص تجربتك لمراقبة نواح هامة من صحتك بسهولة أكبر، كوضعية إدارة داء السكري وأنت صائم في رمضان، أو كتسجيل أحداث هامة لعائلتك، أو كتعقب حالتك الصحية مع أجهزة ذكية مدمجة. كل من حياتي وطفلي يضعانك أنت في صلب محورهما، ويقدمان لك دليلاً شخصياً خاصاً بك لاتباع أسلوب حياة أكثر صحة وسعادة لك ولأحبائك.